أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ أشد خلقا
في السماء بنيتا فأخذه الله نكال الآخرة والأولي. النجوم كدرت
والجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة علمت نفس ما أحضرت. فلا الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. المتوحد في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتأميرا وصدق رسوله الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله يا الله. اللهم اجعل هذه الليله خير ليالي، وارحمنا اذا اتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الانين والحنين. اللهم ارحمنا اذا ورنا في التراب وغلقت علينا القبور بالابواب وانفض الاهل عنا والاحباب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سمعنا إيانا وإياكم لزعلكم العالم القراني الإذاعي فاضلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامر، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقارئ المسجد الأزهر الشريف، القارئ والمقيم في مدينة القاهرة، أما الصوت والضوء والمعرض الفني، اطلب محلات ومخازن أولاد بكر، أولاد بكر المقيمين بالنسوف نيابة عن آلات الدامي. شكر الله سعيكم جميعا، ونراكم الله مكروه يا عزيز لديكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.